أنا أنصح اللي عنده مشاريع استثمارية اللي يعمل بالعراق ويشتغل بصورة صحيحة، لأن أكو بيئة تساعدك على العمل. اليوم الوضع الأمني جيد، ونأمل من الوضع الاقتصادي يتحسن ويكون نحو الأفضل، وهذا طبعاً ما يجي بس من الحكومة، يجي من إحنا كقطاع خاص كشركات كاتف حتى ننجح هذه المشاريع وهاي الأعمال.